لو عايز تعرف دايما كل اخبار الكوره لحظه بلحظه، سبسكرايب في الشانل، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو. اول مباراه لنادي الزمالك بدون مديره الفني الاسطوره زي ما جماهير الزمالك بتسميه. شفنا النهارده دعم كبير جدا من جماهير نادي الزمالك لجوزفالدو فيريرا ونادوه كتير جدا قبل المباراه. اول مباراه نادي الزمالك تحت قياده المدير الفني الجديد كابتن اسامه نبيه، الزمالك بيحقق فوز مهم على فيوتشر بي نتيجه 2-1 بهدفي المهاجم التونسي العائد للتهديف اخيرا سيف الجزيري، بينما سجل هدف فيوتشر الوحيد مروان محسن نجم النادي الاهلي والاسماعيلي الاسبق ونجم منتخبنا الوطني الاسبق. مش هنقدر نقول ان نادي الزمالك النهارده عمل مباراه كبيره، لكن على اي حال الفوز كان مهم جدا وعوده للانتصارات بعد غياب عنها يمكن وصلت ل 5 ماتشات. المهم برضو ان سيف الجزيري النهارده يعود للتهديف لانه قوه هجوميه كبيره جدا لنادي الزمالك. كابتن اسامه نبيه النهارده تقريبا ما غيرش في تشكيله نادي الزمالك اللي كان بيلعب بيها المدير الفني جوزفالدو فيريرا، لكن نقدر نقول النهارده ان كان في روح اكبر من اللعيبه. وما ننساش ان احنا نشيد بشده بالنجم محمد عبد الشافي الظهير الايسر المتميز لنادي الزمالك، اكبر لعيبه الفرقتين، واحد من اكبر لعيبه الدوري المصري. محمد عبد الشافي 37 عام النهارده عمل مباراه اسطوريه، انطلاقات دفاعيه، انطلاقات هجوميه، كل حاجه النهارده عملها محمد عبد الشافي فكرنا بيه محمد عبد الشافي يمكن من 10 او 15 سنه فاتت، وعوض بشكل كبير النهارده غياب احمد فتوح وعبد الله جمعه المستمر من فترة طويلة. طبعا احمد فتوح تم استبعاده من قائمة نادي الزمالك للمشاركة في هذه المباراة قبل بداية المباراة مباشرة، هو زعل شوية وكتب على تويتر الحمد لله ومش عارف ايه، لكن اتوقع ان كابتن اسامة نبيه هيلم الامور لان احمد فتوح واحد من اهم لعيبة نادي الزمالك. بعد المباراة، وهو في الواقع مش بعد المباراة، من قبل المباراة واحنا بنسمع عن امام عاشور ورحيله عن نادي الزمالك، نادي متلاند الدنماركي. النادي ده على فكره كان بيلعب فيه زمان نجمنا المصري محمد زيدان، تقدم بيه عرض رسمي لشراء امام عاشور لاعب نادي الزمالك بمبلغ يصل ل 3 مليون دولار، ويبدو ان اداره نادي الزمالك في طريقها للموافقه على هذا العرض الكبير. 3 مليون دولار مبلغ كبير، يعني يمكن حاجه و80 مليون جنيه مصري، هتساعد نادي الزمالك في دعم الفريق الفتره الجايه وحل الازمه الماليه الكبيره الموجوده في نادي الزمالك، لكن ده من الناحيه الماديه. هل رحيل امام عاشور هيتم تعويضه بيه لعيبه ثانيه؟ امام عاشور واحد من اهم لعيبه نادي الزمالك في العامين الماضيين، خروجه فجاه من تشكيله نادي الزمالك هيبقى امر سلبي على فرقة نادي الزمالك إذا لم يتم تعويضه بلاعبين مناسبين. طبعا نادي الزمالك لسه في مفاوضات مع عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز، لكن يبدو إنه زي ما بيحصل كل مرة المفاوضات لن تتم في النهاية. أيضا نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي أسوان لشراء الجناح المغربي أحمد بالحاج. نادي أسوان بيقول إن أحمد بالحاج جاي له 3 عروض، سيراميكا كليوباترا، الزمالك، وبيراميدز، وبيقول ان عرض نادي الزمالك هو عرض اعارة بنية البيع، بينما عرضي سيراميكا وبيراميدز هو الشراء العقد بالكامل، وبيقول اسوان ان هو هيبيع اللاعب لاعلى سعر. هل هيتم رحيل امام عاشور؟ 90% خلاص الصفقة انتهت، 3 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، عقد امام عاشور 900,000 دولار في الموسم. هل نادي الزمالك هيلحق يعوض امام عاشور في يومين 30/31/1 قبل غلق باب القيد؟ ده اللي هنشوفه في الايام القادمة بإذن الله. رسميا وزارة الرياضة تعتمد اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي لحين موعد انعقاد الانتخابات، اللواء أبو بكر الصديق الحديدي ده رئيس للجنة، الأستاذ محمد إبراهيم أحمد فيالي، الأستاذ أحمد جمال فهيم، المستشار الطاهر الشافعي، الأستاذة مروة عرابي، الأستاذ محمد الشحات إبراهيم، طبعا الأستاذ الكابتن محمد شيحة، الأستاذ نصر الدين المصطفى، كابتن إسماعيل حفني نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، إضافة إلى كل من المدير التنفيذي محمود اليسقي، المدير المالي محمد إسماعيل، مدير النشاط كابتن عادل مصطفى. بالتأكيد أسماء مش هي، يعني علشان نتكلم بصراحة، أسماء محترمة بالتأكيد، لكن جماهير نادي الإسماعيلي كانت بتمني نفسها برجال أعمال كبار يقدروا يصرفوا على الفريق في الفترة الجاية الصعبة، لكن برضو بالتأكيد الناس دي هم اللي تحملوا المسؤولية في الظروف الصعبة دي. جميع الناس حسب كلام وزارة الشباب والرياضة تهربوا من
المسؤوليه وتهربوا من قياده النادي الاسماعيلي في هذه الفتره رجال اعمال ومنتمين للنادي الاسماعيلي، يبقى تعظيم سلام للناس اللي قبلت المهمه الصعبه في هذا التوقيت، ولهم منا كل الدعم باذن الله في الفتره القادمه. وبالتاكيد حتى لو في اسماء فيها يعني بتعمل اثاره جدل مع جماهير النادي الاسماعيلي، خلونا نتكلم بصراحه، كابتن محمد شيحه، لكن في النهايه جماهير النادي الاسماعيلي بتؤيد الكيان، هي مش ضد اشخاص بل هي مع الكيان. لو اي حد هيؤدي دوره بشكل كويس جماهير النادي الاسماعيلي اول حد هيدعمه، وهتشوف الكلام ده بعينيكوا باذن الله. طبعا ميدو اتكلم وقال ان هو هيجلس مع الاعضاء بتوع اللجنه باذن الله بكره، هيعرض عليهم خطته لنهايه هذا الموسم لوضع النادي الاسماعيلي في مركز مناسب وليس فقط الهروب من الهبوط. بيعجبني جدا الروح اللي بيحطها احمد حسام ميدو في الفريق. يقال ان الاسماعيلي بيقترب من الافواري سيرجي اكا، سيرجي اكا لعب قبل كده في الجونه، لاعب مميز جدا في خط النص المدافع في مركز رقم 6. هو يعني راح الدوري التركي ما لعبش كتير، بقاله فتره ما بيلعبش، لكن يقال ان هو مر من الكشف الطبي وهيكون موجود مع النادي الاسماعيلي بدايه من بكره باذن الله. اللجنه هتوافق عليه وده بطلب من احمد حسام ميدو. اتمنى من اللجنه تحقيق طلبات ميدو فقط لغير، وعدم الدخول في اي صفقات من اي نوع، فقط ما يطلبه المدير الفني اللي لازم يكمل حتى نهايه هذا الموسم، منعا بقى لاي حاجه ممكن تحصل متوقعه او غير متوقعه. بالتوفيق باذن الله دائما وابدا للدرويش. بكره باذن الله مباراه المحله والبنك الاهلي. المحله المركز السابع برصيد 25 نقطه، بينما البنك الاهلي في المركز ال 16 برصيد 12 نقطه. المباراه بكره باذن الله هتكون اخر مباريات مهاجم نادي غزل المحله عبده يحيى. عبده يحيى لاعب منتخبنا الاولمبي الاسبق، انضم حتى نهايه هذا الموسم على سبيل الاعاره بنيه البيع لنادي المصري البورسعيدي بعد عوده مستر كامل ابو علي لمصر. واضح ان النادي المصري البورسعيدي خلال اليومين الجايين دول هينشط بشده في الميركاتو الشتوي. عبده يحيى مهاجم متميز، يمكن مش ظاهر بنفس المستوى السنه دي مع غزل المحله زي ما كان ظاهر الموسم الماضي، لكن هو كان طلب رئيسي من الكابتن حسام حسن ضم عبده يحيى، واعتقد ان دي اول صفقه لنادي المصري البورسعيدي بيطلبها بالفعل وبشده الكابتن حسام حسن. طبعا نادي المصري البورسعيدي عمل العديد من الصفقات حتى الان، لكن زي ما قلت لكم قبل كده صفقات من الدرجه الثانيه ولاعيبه بدلاء. نادي المصري البورسعيدي ضم سعيد وعزام من الفيوم، شريف داب ورجب عمران من سيراميكا، واحمد عماد وحسام جريشه من بروكسي. كابتن حسام حسن ادى الفرقه اجازه 24 ساعه، هيعودوا بعد كده للتدريبات باذن الله استعدادا لمواجهه سموحه يوم الاثنين المقبل باذن الله في الجوله 17 من الدوري المصري. بالتوفيق باذن الله للمصري البورسعيدي. النهارده كان عندنا عده مباريات اخرى اعتقد انها كانت مباريات جميله. صباحا سموحه عمل مباراه جيده وفاز على انبي 2-0. سموحة أول المباريات مع مديره الفني العائد من جديد كابتن أحمد سامي. سموحة سجل أهدافه النهاردة محمود شبانة بعد عرضية متقنة من حسين فيصل، وسجل الهدف الثاني أحمد مصطفى المنتقل لسموحة في بداية هذا الموسم من النادي الإسماعيلي بعد كرة عرضية متقنة من حسام حسن المعار في فترة الانتقالات الشتوية من النادي الأهلي. مصطفى سعد ميسي المعار من النادي الأهلي يمكن امبارح بس شارك في المباراة وظهر بشكل جيد وأخذ أحسن لاعب في المباراة. أيضا كان في مباراة تانية النهاردة جمعت ما بين نادي بيراميدز نادي سيراميكا كيلوباترا. سيراميكا كيلوباترا أول مبارياته مع الكابتن المدير الفني التونسي معين الشعباني اللي جه خلفا للكابتن أحمد سامي. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. سجل أهداف بيراميدز رمضان صبحي من ركلة جزاء وعبد الله السعيد، بينما سجل أهداف سيراميكا كيلوباترا محمد إبراهيم من ركلة جزاء وصلاح محسن المعار من النادي الأهلي. سموحة رفع رصيده من النقاط للنقطة رقم 19 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد نادي انبي عند النقطة رقم 13 في المركز ال 15، بينما تعادل البنك الاهلي وبيراميدز رفع رصيد بيراميدز من النقاط للنقطة رقم 31 في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كيلوباترا للنقطة رقم 18 في المركز رقم 11. اسف جدا لو صوتي النهارده مش في افضل حال، لو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب للشانل، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو، ودائما وابدا ستبقى انديتنا الجماهيريه اولا وفوق الجميع. شكرا ليكم، اشوفكم على خير باذن الله. سلام عليكم.